مرحبا بكم في البروجيكت. انا سميتي محمد وكان دي فيديوهات ديال بريكولاج. كنوريكم كيفاش ديروا تقادوا بزاف ديال الحوايج بطريقه سهله وبسيطه ورخيصه. الا كانت هذه اول مره غادي تشوفني دير سبسكرايب وما تنساش تبرك على الجرس باش يوصلك الجديد. هذا الفيديو هذا غادي نصحوا هذه البواط داليمونطاسيون خديتها من السوق ب 20 درهم، ولكن فاش جيت للدار وبرونشيتها مع البريز ما بغاش تخدم وكانت مع واحد الصفيره صغيره كاينه الداخل، سو كنظن شي حاجه محروقه فيها. هذا البواط داليمونطاسيون خديتها على ود واحد البروجي اللي غادي نديرو في المستقبل. زعما المهم حتى ماشي غادي نسافر للمستقبل، ولكن غادي نمشيو مع الوقت عادي حتى نوصلوا لهذاك الوقت اللي غادي ندير فيه هذاك البروجي وغادي ندير هذاك البروجي اللي غادي يكون في المستقبل. غادي نحلوها ونشوفوا شنو اللي ما خدامش فيها. كما كتشوفوا اول حاجه لاحظنا هنايا هي هاد الكاب اللي كتشوفوا هنايا راه مفرقعه. كيف ما كتشوفوا هاد الكاباسيتور كيفاش دايره من الفوق، وفاش كتقيسها كتلقاها بحال مبوقه واحد شويه ماشي بحال هادي مبزطه. سو هذه هي اللي كنظن فيها المشكل، غادي نبدلوها ونشوفوا واش غتخدم ولا لا. قبل ما تقيسوا شي حاجه هنايا ضروري غادي خاصكم ديروا بحال هكا باش الا كان شي لاقاش هادو فيهم 200 فولت، سو الا قستها ديريكت بيديك غادي يضربك الطوع غادي يزعزعك ولا تموت ولا طراك شي حاجه. سو بجوج غادي خصكم ديروا لهم بحال هكا باش الا كان فيهم الضوء يتحيد. هيا حيدتها. سو دابا غادي خصكم تبدلوها بوحده اللي فيها نفس هاد النمبرز، بحال هادي فيها 560 يو اف زعما ميكرو فاراد، وهنايا 200 فولت غادي خصكم تجيبوا وحده اللي بحالها. ولكن انا ما لقيتش بحالها، وفاش قلبت لقيت باللي ممكن دير زعما تقريبا كاينه توليرونس ديال 10% من التحت ولا 10% من الفوق. سو ممكن زعما الا كانت هادو اغلب الكاباسيتورز هكا دايرين ما بين 10% 10% لتحت 10% الفوق، زعما تكون ناقصه 10% ولا زايده ب 10% تقدر تخدم. و الا كانت شي كاباسيتور مزيانه تقدر توصل حتى ل 20%. سو انا ما لقيتش كاع شي كاباسيتور اللي قريبه لهادي، لقيت وحده 20% ديال التوليرونس الفوق فيها كيف ما كتشوفوا 680 يو اف ميكرو فاراد 200 فولت. سو غادي نلصق هادي نديباني بهادي على من ما ناخذ وحده اخرى اللي عندها نفس اللعيبات زعما نفس الاقل. وما خاصكمش تنساو هاد الناقص خص ديما فاش تكونوا باغيين تحيدوا اللعيبه تشوفوا الناقص ديالها فين كان. هذه الناقص ديالها كان لهاد الجهه هادي هكا كانت بلاصيه. سو غادي تلصقوها بنفس هذاك البلان، الا مشيتو قلبتوها غادي تفرقع عليكم. سو غادي نديرو بولاريتي ناقص هنايا. دابا غادي نجمعوا هاد الشيء ونربيو لبلاصتو ونشوفوا واش خدامه ولا لا. وما تنساوش تلصقوا الفرفره في البلاصه ديالها عاوتاني. اوكي قبل ما نسدها بيرمننتلي غادي نجربوها. هذا راه مطفي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نلصق البريز في البلاصه ديالو. اوكي باش تجربوا البواط داليمونطاسيون واش خدامه ولا لا غادي تقلبوا على هذا الخيط هذا الخضر، كاين خيط خضر واحد في كاع لي بواط داليمونطاسيون. المهم بحال هذا هو البوطونه باش كيطفو باش كيشعل، وكاينين جوج خيوط هنايا كحل واحد على اليسار واحد على اليمين. غتختاروا واحد فيهم وغادي تاخذوا شي خيط ديال الضو بحال هكا، وغادي دير واحد في الجرين وواحد في الكحل وغادي تشعلوها. كيف ما كتشوفوها هي كدور. سو اتس وركين ناو. باش نزيدو نتاكدو اكثر غادي نجرب واش دايز الضو في هاد اللعيبات هادو. سو غادي ناخد هاد الملتيمتر، المهم ما تديوش حتى الخيوط ديالو مقطعين. سو غادي نخشي الكحل مع الكحل والحمر مع الحمر. كيف ما كتشوفوا راه طالعه 5 فولت في هاد البلاصه هادي.
سو اتس جود ساين بلي راه خدامه. كيف ما كتشوفها هي خدمات دابا نسيلو حتى يوصل الوقت في المستقبل باش نقدو بها هذاك البروجي. المهم الى عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا سبسكرايب وجيم وهذوك اللعبات. الى عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح ولا شي حاجه خلوه لي تحت في الكومنتير ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو، بيس.